طبعا هاي السيارة المرسيدس اللي قلت لكم عنها قبل شوي هي واقفة بعدها، طبعا واقفة صار لها من 1 إلى 10 لغاية الآن، هي صار لها 5 دقايق بالضبط بعدها واقفة هياتها. هسا يعني خلال دقيقة بالضبط تتحرك. هاي السيارة ما زالت واقفة هاي الساعة إلا 4 دقايق، صار لها 6 دقايق هي بدها تمشي. يبدو إنها نزلت حدا، هسه بتمشي. هيها مشت مشت، راحت السيارة. طبعا بعد روحتها بالضبط يعني حوالي على 1:03 بيجوا الشباب وبيكونوا هذول ناصبين لهم كمين. هاي سيارة الشباب، شيل المؤشر. هاي السيارة هيها اجت من غاد، شايفين هسه هان هون اطلاق النار صار. هاي اطلاق النار هياتها، هذه الضواو اللي بتطلع اطلاق نار. هاي هم نزلوا الشباب من السيارة، صاروا يطخوا على الجيش. هون الاشتباك لمدة اقل من دقيقة، هي رصاص اطلاق النار. طبعا خلال دقائق بيجي الجيش من الجهة الغربية من جهة يعبد. طبعا هون كانوا الشباب على الأرض، لما أنا طلعت طليت هون سايتها، طليت أنا برا. هاي هون عدموهم إعدام، هذه الضواو اللي بتطلع اللي هي رصاص. هاي الجيش على طول اجوا، هاي الساعة اجوا على 1:11 بالضبط. هاي سيارات الجيش. كل سيارات جيش.